تجربة نفسية الأعظم على مر التاريخ غيرت التجربة أساس التشخيص النفسي. هذه التجربة قلبت الطاولة على كل من كان، وعدلت كتب التشخيص النفسي العلمية بعدها، وصار من الصعب أن يتم تشخيص أي شخص بالاضطراب النفسي. لكن هل من المعقول أن يقوم أشهر الأطباء تجربة على نفسه؟ كيف انتهت هذه التجربة؟ وهل استطاع بطل قصتنا أن يرى الشمس مرة أخرى؟ ما هو صدى هذه التجربة؟ وكيف تخبط علماء النفس باحثين عن القشة المشهورة؟ وجد أطباء النفس قشة الإنقاذ لتنقذهم من موقف لا يحسدون عليه أبدا. ولكن أهلا بكم في الأناقة الفكرية، أنا الدكتور محمود بحيص. في عام 1973 نشرت مجلة العلوم ساينس تجربة قام بها أستاذ جامعة ستانفورد ديفيد روزنهان تحت عنوان عاقل في أماكن مجنونة، وهي تجربة علمية هامة في تحديد مدى صلاحية تشخيص الأمراض النفسية، بمعنى أنه حاول معرفة مدى دقة وصحة وسلامة التشخيص النفسي المبني كالعادة على ما يراه الطبيب من المريض. هل يستطيع الأطباء التمييز بين العاقل وغيره في المستشفى؟ هل هناك فرق واضح بين الجنون والعقلانية؟ ما هي وحدة قياس الجنون أو العقلانية؟ هل يستطيع الطبيب المختص الفصل بين الاثنين بدقة؟ ماذا لو تضارب ما يقوله كتب علم النفس مع الأعراض المرضية؟ ليتمكن روزنهان من الإجابة يجب أن يعيش الحدث، ويجب أن يتواجد في الساحة بنفسه. قام روزنهان بإرسال 3 نساء و5 رجال كان هو من بينهم، تظاهروا بالهلوسة وسماع أصوات تحتوي على كلمات مثل الفراغ والوهم وعدم الوجود، ليتمكنوا من دخول 12 مستشفى في 5 ولايات في الولايات المتحدة الأمريكية. اقتنع الأطباء بأن جميع الأشخاص 8 من بينهم عالم النفس روزنهان هم مرضى نفسيون، وتم تشخيصهم بانفصام الشخصية واضطراب ثناء القطب، وبات 8 مقيمين في مستشفى الأمراض النفسية. بعد عدة أيام تصرف المرضى الزائفون بشكل طبيعي، وأخبروا الموظفين والأطباء أنهم يشعرون بخير، زالت الهلوسة السمعية ونريد الخروج كانوا يقولون. اكتشف حتى بعض المرضى الحقيقيين تجربة روزنهان، وأخبروا الأطباء بأن الأشخاص 8 هم محققون وعلماء يحاولون اختبار المعايير الصحية النفسية. لم يصدقهم الأطباء، فمن يصدق مريضا نفسيا حين يقيم شخصا آخر؟ أجبر جميعهم على الاعتراف بأن لديهم أمراضا نفسية، واضطروا إلى الموافقة على تناول الأدوية كشرط لإطلاق سراحهم. كان متوسط زمن الإقامة في المستشفى 3 أسابيع فقط، ولكن فريق البحث المكون من 8 أشخاص لم يتمكن من مغادرة المستشفى في الوقت الطبيعي، حتى أن روزنهان بقي في المستشفى لمدة 2 شهر. تعرض فريق روزنهان إلى الإهانة وعدم الإنسانية والغزو الشديد على الخصوصية، وتم تفتيش ممتلكاتهم بشكل عشوائي، وأحيانا تمت مراقبتهم عند استخدام المرحاض، وكثيرا ما كان عدة أطباء يناقشون أوضاع المريض أثناء حضوره وكأنه ليس موجودا. تجنب الأطباء التفاعل المباشر مع المرضى باستثناء الضرورة القصوى لأداء واجبهم الطبي، كانوا يزورون المرضى لمدة 7 دقائق فقط بدلا من 45 دقيقة. كان فريق روزنهان يكتب ويدون كل ما يرى، حتى أن الأطباء وصفوا هذا السلوك بأنه وسواس الكتابة القهري وأنه جزء من أمراضهم النفسية. تمكن فريق روزنهان من الخروج من المستشفيات أخيرا بعد أن اعترفوا أنهم مرضى نفسيين، وبعد قبولهم تناول الدواء. نشر روزنهان النتائج التي توصل إليه في التجربة والتي انتقد فيها مصداقية التشخيص النفسي والطبيعة المحبطة والمهينة لرعاية المرضى. بعد الضجة الكبيرة التي أثرتها تجربة روزنهان وبعد تداولها في المجلات والصحف، ثار سخط العامة وأصبح أطباء الأمراض النفسية في وضع لا يحسدون عليه أبداً.
دافع الكثير عن الطب النفسي بحجة أن الأطباء اعتمدوا على تشخيص المريض وأن الطبيب يقوم بتقييم ما يقال له حتى لو كان كذبا وهذا صحيح. دفع هذا المؤسسات الصحية إلى عقد اجتماع مع جامعة ستانفورد لكي تقوم بتجربة جديدة في محاولة منها للدفاع عن شفافية وصحة التشخيص النفسي. وعلى فكرة جامعة ستانفورد هي جامعة أبحاث أمريكية متميزة في الفيزياء والأحياء والهندسة والطب والعلوم والسياسة وعلم النفس، تخرج منها فينتون غراي المعروف بأبي الإنترنت. جامعة ستانفورد هي من خرجت أصحاب الشركات والمؤسسات العملاقة مثل جوجل وياهو وسيسكو وسناب شات سان مايكرو سيستمز ولينكد إن. وبالتالي فإن أي بحث تقوم به جامعة ستانفورد يؤخذ بعين الاعتبار وبمحمل الجد. وافق روزنهان على التجربة الثانية بأن يرسل أشخاصاً ليكتشف أطباء علم النفس من هو المريض الكاذب ومن هو المريض الحقيقي. في الأسابيع التالية استقبلت المستشفيات 250 مريضاً. قام الأطباء باستثناء 41 مريضاً، بمعنى أن الأطباء قد تعرفوا على 41 شخصاً تم إرسالهم من قبل الدكتور روزنهان. نجح علماء النفس في هذا الاختبار وميزوا المرضى الكاذبين الذين تم إرسالهم من طرف الدكتور روزنهان وعددهم 41 شخصاً. ولكن كانت هذه الطامة الكبرى عندما أعلن الدكتور روزنهان أنه لم يرسل أي مريضاً إلى المستشفيات قط، وأن جميع المرضى حقيقيون. وبذلك أثبت روزنهان فشل الأطباء في تقييم العقلانية في التجربة الأولى وفي تقييم الجنون في التجربة الثانية. فشل الأطباء في تقييم علم النفس بأجزائه من سلوك وأفكار وانفعالات ودوافع. فشلت حتى خاصية القياس الدقيقة measurements في تحديد درجات الصفة بالأرقام. فشل الأطباء في فهم أن سلوك الفرد يتغير إيجابياً أو سلبياً عند مروره بتجربة ما. فشل الأطباء بأن يعطوا تفسيرات للسلوك بدلاً من وصف السلوك نفسه. اعتبر الأطباء أن وظيفتهم هي إيصال المفاهيم إلى مكانها لتساعد في التشخيص النفسي. لم ينتبه أطباء النفس إلى شيء يسمى الانتباه الانتقائي selective attention، بمعنى أن كل شخص يقيم الأمور بناء على تخصصه فيرى الأمور من منظاره فقط ولا يهتم بالتفاصيل التي لا تخصه. بمعنى أننا إذا أحضرنا مهندسا وطبيبا ومخرجا وسألناهم عن رأيهم ببيت معين، فإن المهندس سوف يعطي رأيه كمهندس ويقول إن هذا البناء قوي الأساس مقسم بشكل جميل، أو أن مساحته قسمت بشكل جيد جدا لتخدم صاحبها. أما الطبيب فسيعطي رأيه بشكل صحي بحت، كأن يقول مثلا البيت جميل وما إلى ذلك، ولكن التهوية سيئة مما يسبب الرطوبة التي تسبب التهاب المفاصل. أما المخرج فسيفكر بالتأكيد في كيفية استخدام البيت وكم هو مناسب لعرض لقطات إثارة ومتعة. غفل أطباء النفس عن شيء يسمى مانشوسن سيندروم. مانشوسن سيندروم هو خلل نفسي يؤدي إلى سلوك لجلب الانتباه، يعرف أيضا بإدمان المستشفيات، بمعنى أن الشخص يختلق الإصابة ليدخل المستشفى. كان على الأطباء التمييز بين هذه الأمور لتشخيص الأمراض النفسية والتركيز على سلوكيات المريض وتصرفاته. قامت جمعية الطب النفسي الأمريكية American Psychiatric Association بتحديث الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية DSM وإصدار النسخة الجديدة التي نشرت في عام 1980، وتم فيها التركيز على أعراض المرض بشكل أكبر والأخذ بعين الاعتبار سلوك الشخص وتصرفاته للحكم على قدرته العقلية قبل تشخيصه بأي مرض نفسي.